صبر رباعي في حاجات كده أساسيات، في حفلات، في حلقات، في أي مجال لازم يجيب ناس سيرة ناس بعينهم كأصحاب فضل، زي مثلا الرائعة الست وردة. الله، طبعا هتسمعنا إيه بقى لحبيبتك وحبيبتنا كلنا وحبيبة مصر وردة؟ هتغني لنا إيه يا مايسترو؟ حرمت احبك احبك ما تحبني. عايش حياتك وذكرياتك عشان ما تغلط أي شيء. خلي قلبك كل بريق وسايبني وحدي وسط الطريق. ظلمت قلبك كل بريق وسايبني وحدي وسط الطريق. عايش حياتك وذكرياتك عايش حياتك وذكرياتك عشان ما تغنى أي شيء. ولا تشغلني ولا تحايلني ولا تشغلني ولا تحايلني بعد اللي قلته واللي عملته. بعد اللي قلته واللي عملته حرمت أحبك أحبك ما تحبني. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.